السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم وهي خبز الحالي بدون زبده وبدون بيض، اقتصادي، يجي خفيف وهشيش كالقطن. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نحتاجها وهي 380 غرام تاع الدقيق اللي مغربل، 260 غرام تاع الحليب الدافئ اللي مدفيته من قبل، نصف كاس العنب سكر حبيبات، واحد ساشي فاني سكر فاني، نصف كأس العنبة زيت نباتية، ونحتاج ملعقة صغيرة خميرة الخبز، قليل من الملح. اول حاجه نبدا بها هي نضيف خميره الخبز على الحليب اللي يكون عندنا دافئ بطبيعه الحال. غادي نزيد عليها ملعقه صغيره نتاع سكر حبيبات، غادي نخلطهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا 5 دقائق. هنا في العجانه كنوضع الدقيق اللي مغربل كما قلت لكم، نضيف عليه سكر حبيبات وسكر فاني والملح. هنا غادي نخلط واحد الخلطة خفيفة، نزيد عليهم الزيت النباتية، واخيرا نضيف لهم الخليط نتاع الحليب الدافئ مع خميرة الخبز. وغادي نخليها في العجانة تدلك مزيان مزيان لمدة 8 دقائق. بعد ما دازت 8 دقائق كما كتشوفوا العجينه لينه كتلتصق باليد، كنوضعها في اناء اللي مدهون بشويه نتاع الزيت، وغادي نغطيها بفيلم المونتير ونخليها تقريبا ساعتين تيضاعف الحجم ديالها. بعد ما تضاعف الحجم ديالها كنوضع شويه دقيق في سطح العمل، وهنا كنفرغ العجينه ديالي من الهواء، ومن بعد غادي نقسمها لقطع متساويه ونشكلها. هنا وضعتها في الصحن وخليها ترتاح لمدة ساعة كاملة. من بعد ما ارتاحت وضعف الحجم ديالها، هنايا كندير خطوط وغادي ندهنها بصفار بيضاء اللي ضفت عليها شوية نتاع الحليب. وفي هذا الأثناء راه عندي الفرن مسخن من تحت ومن الفوق على درجة حرارة 170 درجة، تتحمر مزيان وخرجوه.
وهذا هو الشكل النهائي تاع الخبز بالحليب، كيجي خفيف وهشيش، وهذا هو الشكل ديالو من الداخل. نتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوه، ولا عجبكم كتبوا لي الراي ديالكم في التعاليق. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، في أمان الله وحفظه.